أهلا بكم في السلطة الرابعة، وإليكم أبرز ما تناولته الصحف والمواقع المحلية والعربية والدولية. معهد الشرق الأوسط الأمريكي يكتب عن مسار الصدام الحوثي الإماراتي في البحر الأحمر. والمشاهد نت يرصد تدابير الأسر في اليمن لمواجهة حر الصيف. ونون بوست يكتب مجزرة تلو الأخرى في غزة ومواقف الأنظمة العربية تزداد عارا. مرحبا بكم. مع تصاعد التوتر والمخاوف بشأن أثار القرارات التي أصدرها البنك المركزي، قال موقع عدن الغد إن الخبير الاقتصادي وفيق صالح وجه رسالة مهمة وعاجلة للمواطنين المودعين في البنوك الستة المخالفة لتوجيهات وقرارات البنك المركزي في عدن. ونقل الموقع عن وفيق قوله إن قرارات البنك المركزي هي في الأساس تهدف لحماية القطاع المصرفي وإعادة تنظيم النشاط المالي عبر الرقابة والإشراف. ويوضح أن هذه الخطوة بهدف العمل على إنقاذ البنوك جراء الأزمات التي تعرضت لها منذ بدء الحرب، مضيفا لا يفترض أن يتم تفسير أي أصوات مؤيدة ومساندة لقرارات البنك المركزي على أنها استهداف للبنوك التجارية والإسلامية، بل على العكس، في المحافظات المحررة تمضي الدورة المالية بين البنك المركزي وبقية البنوك بكل سلاسة وانتظام. وأضاف ليس ذلك من أجل المناكفة أو إثارة الخلافات الشخصية أو المقامرة بمصالح القطاع الخاص، مؤكدا أن أموال المودعين بأمان. وقد سبق للبنك المركزي اليمني في عدن التأكيد على هذا الأمر وضمانه لحقوق المتعاملين والمودعين في كافة المحافظات المحررة. رجح معهد الشرق الأوسط الأمريكي أن تضع التحركات السياسية والعسكرية الأخيرة للحوثيين الجماعة في مسار تصادمي مع الإمارات العربية المتحدة في منطقة البحر الأحمر الأوسع. واعتبر أن هجمات الحوثيين في البحر الأحمر أثرت على حجم حركة المرور التجارية العابرة عبر موانئ البحر الأحمر والتي تدير بعضها شركة موانئ دبي. ونشر المعهد تحليلا للباحثة المتخصصة في شؤون الخليج إلونورا أرديماني توقعت فيه تأثير المشاريع الاقتصادية والبنية التحتية على طول الساحل جنوبي البحر الأحمر سلبا في حال استمرت الأزمة على المدى الطويل، ما يحد من تطوير المنطقة التي تمتلك فيها الإمارات العربية المتحدة استثمارات كبيرة ونفوذا جيوسياسي. ويقول المعهد إن الإمارات تجد نفسها في موقف غير مريح، فلدى الإماراتيين مصالح اقتصادية وتجارية وعسكرية مختلفة في منطقة البحر الأحمر، ويؤثر انعدام الأمن البحري على المستمر على استراتيجيتهم طويلة الأجل. ارتفعت درجة الحرارة خلال فصل الصيف هذا العام في اليمن وسجلت أرقاما غير مسبوقة في العديد من المحافظات اليمنية، حيث أصبح المواطنون في معظم المحافظات وفق موقع المشاهد يعانون قسوة الصيف وارتفاعا غير مسبوق لدرجة الحرارة. ويقول الموقع أن ذلك دفع السكان إلى اتخاذ التدابير لمواجهة حر الصيف أو على الأقل التخفيف من شدته في ظل الانقطاعات المتكررة لخدمة الكهرباء وارتفاع أسعارها. ويعاني الأطفال بشكل كبير من شدة الحر في الحديدة، ويسعى الآباء إلى استخدام عدة أساليب تقليدية للتخفيف من معاناة أطفالهم، حيث يقول المواطن غالب ندش إنه لجأ إلى شراء كميات كبيرة من قوالب الثلج وغلفها ثم وضعها تحت الأفرشة التي ينام عليها أطفاله. لكن ما يحزنه أكثر أن الغالبية من المواطنين لا توجد لديهم القدرة على شراء الثلج. أما وهيب أمان من مدينة عدن فيقول وفق الموقع إن الكثير من الناس يضعون قطعة قماش مبللة بالماء على رؤوسهم ويمشون في الشوارع خلال النهار من أجل الوقاية من حرارة الشمس، بينما يغلف آخرون خزانات المياه المعرضة للشمس بالجبس من أجل الحفاظ على برودة الماء خلال أيام الصيف.
يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي تصعيده الإجرامي ضد الفلسطينيين في غزة، وفي مواجهة ذلك الإجرام يقول موقع نون بوست إن الحكومات العربية تصر على ألا تفارق مكانها، حيث الصمت والتجاهل والاكتفاء بالشجب والتنديد السلبي، ويقول إن الأمر وصل إلى تورط بعضها في حرب الإبادة من خلال الدعم المقدم للاحتلال بشكل أو بآخر، وتحولت مع مرور الوقت لخنجر في ظهر المقاومة. وفي تقريره يقول الموقع إنه لم يتغير الخطاب الرسمي العربي منذ بداية الحرب وحتى شهرها العاشر، مستندا إلى ثلاثية الشجب والإدانة والاستنكار دون مواقف حازمة تدفع الاحتلال إلى إعادة النظر في سياسة الأرض المحروقة التي يتبعها بحق الشعب الفلسطيني. وبحسب الموقع فقد استهل الموقف العربي مشواره إزاء تلك الحرب متأرجحا بين إدانة عملية طوفان الأقصى والمطالبة بضبط النفس، ثم وصل هذا التأرجح الفاضح إلى أروقة مجلس الأمن والأمم المتحدة، ثم تحول تدريجيا بعد العمليات البرية العسكرية الإسرائيلية نحو اللهجة الدبلوماسية الخالصة التي تطالب بالتهدئة وصولا إلى حالة الجمود مع تجاوز الجرائم الإسرائيلية مستويات غير مسبوقة من الوحشية والإبادة. مع تزايد أعداد القتلى والجرحى في صفوف جيش الاحتلال، ينقل موقع قناة الشرق السعودية عن جيش الاحتلال الإسرائيلي قوله إنه سيبدأ الأسبوع المقبل استدعاء طلاب المعاهد اليهودية الحريدين للخدمة في الجيش. ويأتي القرار وفق الموقع لينهي الإعفاء المستمر منذ فترة طويلة لهذه الفئة من أداء الخدمة العسكرية وسط تصاعد المواجهات بين الشرطة وطلاب احتجاجا على ذلك. ويذكر الموقع أنه اعتبارا من الأحد المقبل سيبدأ إصدار أوامر الاستدعاء لدفعة أولى، وذلك قبل دورة التجنيد المقبلة في يوليو الجاري، حيث اعتبر جيش الاحتلال أن الهدف من التجنيد يأتي في ظل تزايد الاحتياجات العملياتية والتحديات الأمنية. وأكد بيان جيش الاحتلال أنه سيواصل العمل وفقا للقوانين وقرار المستوى السياسي في وقت قال فيه موقع قناة الشرق إن متظاهرين من مجتمع الحريديم أغلقوا طريقا رئيسيا في وسط إسرائيل احتجاجا على إعلان الجيش الإسرائيلي. وفي ختام السلطة الرابعة أترككم مع هذا الكاريكاتير، إلى اللقاء.